السوشيال ميديا أصبحت يعني لها أهمية كبيرة، يعني مثلا حتى بنلاقي حتى المجالات الدقيقة، ناخد مثال مثلا للطب، حتى الطب لابد التسويق له عبر السوشيال ميديا، يعني بتلاقي ناس كتير بتسوق ليه سواء منتجات أو أشياء أو حتى أشياء دقيقة جدا، يعني اللي جذب الناس بشكل أو بآخر كله بقى موجود ومتاح السوشيال ميديا. هناك من يخدم هذه المجالات وهناك من هو يعني لا يخدم هذه المجالات، وبالعكس يعني بيدخل إليها ناس غير دقيقين بالمرة. ما هو دائما لما انسان يقرا خبر او يقرا نشر عن منتج او عن نوع من انواع التسويق يعني، فيجب ان يبحث عن المصدر. ايه مصدر المعلومه؟ وهل مصدر المعلومه دي هل هي مؤسسه رسميه ومشهوره ولا مؤسسه يمكن اول مره يسمع عنها؟ وبالتالي لازم الانسان يبقى حريص وهو بيتعامل مع المنتج اشتريه او يتعاقد عليه، انه لازم يتاكد من مصدره اذا كان هو موثوق فيه ولا لا. لان في مشاكل كتير بتظهر، الناس بتبيع حاجات او بتسوق حاجات، الحاجات دي كلها بتبقى ضاره بالصحه وخطر استخدامها وبتحصل منها مشاكل كتير جدا.